هل كان يتوقع هذا الرجل أن يكون هذا مصيره أمام المحراب بعد أن وهب حياته لخدمة القرآن؟ وماذا كانت ردود الأفعال أمام تلك النهاية؟ وهل انطبق عليه قول النبي؟ الدكتور مجاهد سعيد معروف بأنه أحد أبرز الأعلام الدينية في إندونيسيا، ومعروف أيضاً أن حمل مثل تلك الرسالة الدينية في بلد لا يتحدث العربية مسؤولية مضاعفة، فرجل الدين في تلك الحالة سيكون عليه مسؤولية نشر الدين وإجادة اللغة العربية والترجمة في آن واحد. علم الدكتور سعيد بالتحدي وأدرك حجم المسؤولية، وذلك منذ أن تحرك من مدرسة سينغانغ الإسلامية، فأخذ يواظب على حفظ واستذكار القرآن الكريم كاملا بشكل دوري، ولم يكن يطمئن لقوة الحفظ، بل كان يؤمن دائما بأن حفظ لا مراجعة كروح بلا جسد. تدرج سعيد في العديد من المواقع الأكاديمية والدعوية، وتم اختياره محاضرا في كلية أصول الدين والدعوة بالمعهد الإسلامي التابع للحكومة الإندونيسية. بعد ذلك قرر اختيار الدكتور سعيد عضواً في مجلس تحكيم مسابقة تلاوة القرآن الكريم، وقدم الرجل نموذجاً مشرفاً للجميع في الموازنة بين مسؤولياته المتعددة ونشر العلم بين طلابه. كان يؤمن بأن الأستاذ لا بد أن يكون نموذجاً عملياً للطلاب، ولا يكتفي بمجرد شرح نظريات أو كلام مرسل. افعلوا الخير ولا تنتظروا مكافأة من بشر، كلمة كانت دائما تتردد على لسان الدكتور سعيد، الذي كان يؤمن بأن أي فعل خير ينبغي أن ينتظر الإنسان أجره عليه من الله وليس من بشر، حتى لو كان ذلك البشر هو المستفيد من فعل الخير. كان للدكتور مجاهد سعيد طريقة خاصة في التعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقرأ ذات يوم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ومن بعدها بدأ سعيد يواظب على صلاة الفجر في جماعة، معتبرا ذلك البداية الصحيحة الوحيدة لليوم لشحن الجسم والنفس بالطاقة الروحية الإيجابية، وأخذ يشجع التلاميذ على ذلك. ويبدو أن الرجل كان له سر بينه وبين ربه، وأراد الله مكافأته. بدأ القدر في الإعداد للمشهد الأخير في حياة الدكتور مجاهد سعيد قبل آذان فجر الخامس من شهر مايو الجاري. توضأ الرجل وذهب لأداء صلاة الفجر كعادته في مسجد تاكالار الكبير في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في إندونيسيا. بدأ الدكتور سعيد في إمامة المصلين لصلاة الفجر، وحينما هم بالركوع الأول والانتهاء منه حاول الوقوف، بينما توقفت قدماه تماماً ولم يستطع الوقوف حتى وقع على الأرض. حاول أحد المصلين المسارعة للاطمئنان على الإمام، وتدخل الباقون تبعات للسؤال عنه، حاولوا أن يدققوا في استمرار أنفاسه، لكن نفسه الأخير خرج وصعدت روحه إلى السماء. وسط ذهول المصلين الذين جددوا إيمانهم بأن من عاش على شيء فارق الدنيا عليها. نهاية تحولت إلى مسار أحاديث متواصلة لدى المسلمين عن حسن الخاتمة، لتضاف إلى غيرها من الوقائع المماثلة التي وقعت في المساجد. فهل كان الأمر مجرد مصادفة، أم أبطال هذه القصص كان بينهم وبين الله سراً؟